في رسالة مفاجئة يشوبها الغموض من كل الجهات وتحمل في باطنها معان شديدة اللهجة، أدرك في كلماتها الرئيس السوري بشار الأسد ما يرمي إليه الملك عبد الله الثاني في لقاء رسمي سري لم يتم الإعلان عنه بشكل مسبق، الأمر الذي أثار مزيدا من التساؤلات حول جدوى الرسالة والهدف الحقيقي من ورائها، وهل ستعود بالهدف المأمول منها أم أنها ستظل حبيسة الأدراج المغلقة لأشهر متعاقبة كغيرها. في خطوة غير متوقعة تشعل الأذهان بالتساؤلات، وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة سرية حملت في طياتها رسالة مشفرة من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري بشار الأسد. فماذا يخبئ هذا اللقاء في ظل الأوضاع المتوترة التي تعيشها المنطقة؟ بحسب البيان الرسمي السوري كانت الأجواء محملة بالتوتر، حيث ناقش الصفدي مع الأسد التطورات الخطيرة في المنطقة. هذا اللقاء يشير إلى رغبة قوية من الجانبين في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها كل من الأردن وسوريا. هل نرى هنا بداية لصفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين أم أنها محاولة لاحتواء الأزمات؟ وخلال هذا اللقاء الحساس استعرض الصفدي مجموعة من الملفات الشائكة، أبرزها ملف الأزمة السورية الذي يعد محور النقاش. الأسد أكد أن تأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين هو أولوية للدولة السورية، لكن هل تمتلك سوريا بالفعل القدرة على استقبال هؤلاء اللاجئين؟ تساؤلات عديدة تدور حول البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة لضمان عودتهم، فهل ستتمكن الحكومة السورية من توفير الظروف المناسبة لتحقيق ذلك؟ من جهته أوضح الصفدي أن الأردن يبذل جهودا كبيرة في ملف عودة اللاجئين، مشددا على أن استقرار سوريا يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مصلحة المنطقة، ولكن ما هي التضحيات التي قد يقدمها الأردن لضمان هذا الاستقرار؟ وفي الوقت نفسه تشير الرسالة التي نقلها الصفدي من الملك عبد الله الثاني إلى الأسد بأن هناك رغبة مشتركة لإنهاء الأزمات. هذه الكلمات تحمل في طياتها الكثير من المعاني، وعبارة دعنا ننهي الأمر سويا تعكس الحاجة الملحة للتعاون في مواجهة التحديات. لكن هل ستكون هذه الجهود كافية لوضع حد للأزمات المعقدة في المنطقة أم أن الأمور ستسير في اتجاهات أكثر تعقيدا؟ الأحداث تتسارع التطورات المحتملة لا تزال تخفي الكثير من الأسرار، بينما يبقى الجمهور مترقباً لتفاصيل ما سيحدث في الأيام القادمة. تتزايد التساؤلات حول الخطوات التالية، هل ستستمر هذه المحادثات عن اتفاقيات ملموسة أم ستبقى في إطار الحديث عن الأمل والتمنيات؟ هذه الزيارة رغم غموضها تمثل نقطة انطلاق لمستقبل العلاقات الأردنية السورية مع كل ما يحمله من تحديات وآمال.